حلوين، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. فيديو اليوم رح يكون ميك اب توتوريال مستوحى من شخصية رانيا بمسلسل مدرسة الروابي للبنات. اول شي عملته اني عملت شعري نفس التسريحة اللي كانت عامليتها بلوك الحفلة، وهلأ رح نبلش بالميك اب. اول شي رح استخدم فاونديشن شوي فاتح لانه هي بشرتها فاتحة شوي، فرح استخدم هذا الفاونديشن من جابريني، رح افرده على وجهي. مين مثلي حب شخصية رانيا؟ كانت شخصية بتدافع عن صحباتها وقوية واعصابها باردة. انا صراحة بحب هاي الشخصيات وبحس حالي انه من الشخصيات اللي اعصابي باردة كمان، وهي شخصيتها كانت كتير لابقة لها وكتير حلوة عليها. صراحة المسلسل كله فكرته كتير حلوة، وعن جد عم بيحكي عن واقع موجود عنا واحنا ما بنحس بخطورته. جد التنمر من أصعب المشاكل تواجه الأطفال والبنات والشباب، وكتير قصص بتصير من وراء التنمر. فحبيت كتير المسلسل وحبيت اللي بيمثلوا فيه وحبيت الإخراج. فعلا تيما الشومري أبدعت بهذا المسلسل. وهلأ رح أعمل الكونتور بهذا الشكل. بعدين رح احط الكونسيلر ورح استخدم حمرة حمرة لحتى احطها مثل البلاشر، رح ارفع فيها الخدود بهي الطريقة. رح ابلش ادمج الكونتور والبلاشر بالبيوتي بلندر، وبعدين رح استخدم الفرشاة لحتى ارجع ادمج الكونسيلر واخفف من الكونتور والبلاشر. كمان معلومة انه جوانا عريضة اللي مثلت دور رانيا هي بالاصل شعرها لونه بني، بس قد ما حبوها وحبوا شكلها قرروا ان يصبغولها شعرها باللون الاحمر، لانه كانوا محتاجين شخصية بلون شعر الصهباء بسموها، اللي هو بيكون لون شعرها احمر، فمشان هيك راحوا صبغولها شعرها لانه حبوا شكلها كتير. هلا رح استخدم البرونزر اللي اكتر شي بحبه من NYX، كتير بحب لونه لانه بيجي بيعمل كونتور على برونز بنفس الشكل، وكمان بستخدمه كاي شادو. فهلا بوزعه على العظمة وعلى المناطق اللي حطيت فيها الكونتور بهاي الطريقة. وانتو عم تحضروا الفيديو، اذا كنتوا جداد على القناة ما تنسوا تعملوا سبسكرايب وتعملوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. وبحب كمان تكتبوا لي بالكومنت اذا بتحبوا اعمل لوكات لممثلين تانيين، اذا من نفس المسلسل شخصيات تانية او بتحبوا شخصيات غير. هلا رح استخدم اللوس باودر لحتى اثبت كل اشي عملته. رح احط بالمناطق اللي حطيت فيها الكونسيلر والمناطق اللي بحس انها بتكون شوي اويلي او بخرب فيها الميك اب بسرعة، هيك بحافظ على الفاونديشن ليثبت بفترة اطول وبحافظ على الوجه انه يضل جاف. هلا رح استخدم نفس البرونزر اللي استخدمته كاي شادو للعين، رح احطه بالطريقة هاي على العظمة واطلع لبرا بشكل بسيط مثل هيك. بالنسبة للآيلاينر فبرسم آيلاينر من بداية العين بهاي الشكل، وبنهاية العين بسحب خط لبرا، طبعا حسب أنا قدي بدي يكون طويل الآيلاينر أو قصير أو عريض أو مسكر. وبنهاية العين برجع بدخل لجوا. وبتأكد مثل هيك إذا كانوا بيشبهوا بعض بالعينتين أو بدهم أي تظبيط من هون أو من هون. وهلأ مستخدمين بهذا اللوك لون جليتري، لون فضي أغلبا، فرح أستخدم بإيدي مثل هيك لون فضي وجاي على أبيض أكتر، ورح أمده ببداية العين بهاي الطريقة.
أزيد أو أغمق وأثبت اللي عملته بفرشاي، وأحط كمان على بداية العين. هلأ بالنسبة للسترس، إذا كان عندي سترس جاهز بقدر ألزقه بالجلو تبع اللاشز، أو بقدر أستخدمه إذا الستيكرز أصلاً بتلزقوا عادي. أنا هون استخدمت لون جليتر فضي لأنه ما عندي الستيكر جاهزين، وحطيت فيكس بلس على الفرشاي وعملت مثل هيك، مثل الدوائر على خط الأيلاينر من ورا، وكمان راح أحط ببداية العين. للحواجب رح استخدم صابونة اللافندر المفضلة عندي لتصفية الحواجب، برش عليها اللافندر فيكسينج سبراي وبمشط حواجبي بالشكل اللي بدي اياه. هلأ رح استخدم بلاشر بينك، رح احطه باول الخدود بهاي الطريقة. هلأ رح استخدم الهايلايتر اللي بيجي على ابيض اكتر او سيلفر، رح احطه بهاي المناطق. واخترت هذا لون الحمرة الاقرب للي هي استخدمته، بيجي أرميدي، لا هو نود ولا هو أورانج، بيجي بين هدول الألوان، كتير حلو وكتير بلبق مع هذا اللوك. تعرفوا إني لحد هلأ ناسي أهم إشي بالميك اب واللي رح أتذكره كمان شوي. يس الماسكارا يا جماعة، أنا ناسي أحط ماسكارا، حاسة إنه في شي غلط باللوك، بس آخر شي تذكرت إنه أنا مو ماسكارا رموشي، فجبت ماسكارة أسانس اللي كتير بحبها وكتير بتطول الرموش وبتكثفهم، ومسكرت فيهم رموشي. بعدين جبت اللون البرونز نفسه وحطيت تحت العين، تقدر تستخدموا اي لون تاني بس انا جبت لون بزبط او بلبق على اللوك اللي هي عملته. ومشان تبينوا العين اكبر واوسع فرحت مسكرت الرموش السفلية، مع اني بالعادة مو كتير بمسكرهم. استخدمت كحلة سوداء بنهاية العين بشكل بسيط كتير. هيك بكون خلص الأوكرانيا بمسلسل مدرسة الروابي للبنات، بتمنى يكون عجبكم، وإذا عجبكم ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. بتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو، بحبكم كتير وبشوفكم بفيديو جديد إن شاء الله.